السلام عليكم، انا استاذه جيت اليوم. علاش جيت؟ جيت على ثلاثه الحاجات، لان انا غسيلو الزوبه، الكاس فاض بالنسبه للتصريحات الاخيره ديال السيد رئيس الحكومه والسيد الوزير بن موسى والسيد الوزيره ديال العدل وهبي. تصريحات اذا كانت كتنم على شي حاجه فهي كتنم على العبط والهبل، وبنادم ما عارف حتى شي حاجه على سميتو على الوزارات اللي كيسيرها، وما عنده حتى شي فكره على شنو بغينا ولا علاش كنناضلو ولا علاش ولا شنو كنطالبوا ولا باياش علاش كنحتاجوا. فقط كيعطي مغالطات وتصريحات وهميه لا تمت للواقع بصله، سواء بالنسبه للمحفزات وبالنسبه للمكتسبات اللي جا بها النظام الاساسي او نظام المآسي كيفاش كنسميوه حنايا. راه داك الهضره كلنا هضره خاويه وما كتعني حتى شي حاجه. حنا كنضلوا علينا وعلى ولاد الشعب وعلى المدرسه العموميه، باش تبقى مدرسه عموميه، باش ما توليش مدرسه خاصه وما توليش مقاوله. وهو تصريح ديال الوزير وهبي اللي كيقول بانه ورا بن موسى، حنا ورا بعضياتنا، ورا الشعب، ورا النضال ديال الشعب، ورا وليدات الشعب، باش يقراو وباش يوصلوا وباش يولي اللي غيوصل للمراكز المسؤوله والمراكز ديال الحكومه والمراكز ديال القرار يكون فعلا واعي، شخص واعي وشخص مطالع وشخص عارف شنو كاين من تحت الخبايا اللي مخبيه.